نطر النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين اللي عنده نطر زي اللي عندنا؟ اتفرجوا على النطره نزلت مره واحده عندنا، رعد ونطر وبرج والدنيا خربانه هنا. ربنا يرحمنا ويغفر لنا في وقت النطره كده، كله يدعي كده ويدعي لنا، يدعي بالرحمه وبالغفران، ربنا يشيل البلاء ويرفع البلاء، ربنا يرفع البلاء عن المسلمين في كل مكان يا رب. نطر مره واحده كده ما كملش دقيقه والنطر، احنا النطر ما بتنطش عندنا احنا خالص عشان احنا بعيد، بس المنظر بصراحه يعني مره واحده كده ما كملتش 5 دقايق وعملت بالحال ده، لما لو استمرت عندنا نص ساعة هتعملها. غسلت لنا الشجرة ونضفتها، أهم حاجة غسلت لنا الشجر. توك توك غرس. استغفر الله العظيم. اللهم صيبا نافعا، يا رب ارحمنا واغفر لنا وسامحنا يا رب، واهدينا واصلح حالنا. يعني المنظر في ثواني النطرة ما بتقعدش عندنا، بس في ثواني ما كملتش 5 دقايق وشوف كمية المية جاية تجري من فوق، جاية تجري من كل شقة على قدام بابنا. يا رب اهدينا واصلح حالنا يا رب، اهم حاجه في وقت النطره كده ندعي كده ان ربنا يهدينا ويصلح حالنا ويرفع البلاء عن المسلمين، اللهم امين. والعيال بقى تلعب بس كله دخل بيوته.